يحتل فن الخط العربي مكانته كمنجز حضاري عربي، تنوعت فنونه وتشكيلاته وبرزت له مدارس عدة، وابتكر المتميزون فيه أساليب عديدة. محمود الملا خطاط بحرني تميز بالخط العربي، وخط بيده أسماء أصحاب السمو والسعادة الأمراء والرؤساء، وجاب الوطن العربي، ومعه لوحاته المتفردة التي أثارت إعجاب كل عين وقعت عليها. تحدثنا هذه اللوحات عن تفرد لا نهاية له، فليس الخط العربي لصوغ الرسائل والعبارات ذات المعاني فحسب، بل هو فن كسائر الفنون يحمل خصوصيته الجمالية البراقة، وهذا ما جسدته أنامل الخطاط بل الفنان البحريني محمود الملا الذي جاب أقطار الوطن العربي حاملا معه ما يسر الناظرين مما أخرجت يمينه. من نعمة أظافري لفت نظري الخط، شيء جميل، شيء فيه تميز بالنسبة للفنون الأخرى، فانجذبت له. وساعدتني الظروف، واحد من الأهل كان فنان أكبر مني أعطاني عناوين، العناوين هذه لمجلة قديمة في أرامكو تصدرها، أرامكو شركة السعودية للنفط نسميها قافلة الزيت، فهذه العناوين استفدت منها أنا، بوابته وحطيته في كراس، ولا زال عندي الكراس موجود، فتعلمت منها هذه، هاي البدايات. جعل من فنه مصدر رزق له، فيحدثنا الملا عن طبيعة عمله في الديوان الملكي والذي يعمل فيه لأكثر من 4 عقود. أول شغلة عطوني إياها في الديوان أتذكر في السبعينات أخط على السيارات، وخط باليد ذاك الوقت للحين ما وصلنا مستوى الطباعة السلك سكرين أو كذا، فأكتب عليه الديوان الأميري، الضيافة ديوان الأميري كل سيارة، فهاي ابتديت هذه. بجانب هذه أوراق الاعتماد للسفراء أخطهم بعد لهم، تهاني مال الشيخ عيسى الله يرحمه، الفيزيتنج كارد مع تحيات، اللوجو مال الديوان الحالي الديوان الملكي والقديم الديوان الأميري، هاي اللوجو أنا مسويه. برقية شكر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بعثت إلى الملا تقديرا وعرفانا له نظير لوحته التي قدمها لهم والتي طبعت آنذاك كبطاقة معايدة. ويحدثنا الملا كذلك عن نقطة تحول مهمة في حياته من خطاط إلى فنان تشكيلي. كل ورقة بيضة مصقولة أو غيرها أحترمها، لأن هي أساس القاعدة حق الخط. فصار عندي في الشغل كمية من الأوراق اللي يعني يبون يقطونها، كنت أخلوها أنا بيها، فخليت عندي، وصار وقت فراغ مرة واحدة فجربت الحبر الأسود على البياض الورقة، فطلعت عندي تجربة وايد حلوة، فخليت جهة واحدة. زرني صديق العزيز أحمد العريفي وأنا أدين له بالفضل، لأنه هو اللي شجعني، هو اللي قال لي هذه التجربة محمود لازم تسويها معرض. قلت له هاي معرض؟ قال لي نعم هاي يصير معرض. وفعلا يوم سويت المعرض بهاللوحات هاي الصغيرة الأسود والأبيض، يعني الحمد لله جابت يعني حضور جيد وإعجاب. ومع دخول التقنية الحديثة وأجهزة الحواسيب دخلت الخطوط العربية ضمن البرامج المخصصة للكتابة، لكن الملا لديه وجهة نظره الخاصة في خطوط الحاسوب. بعض الخطوط جيدة كخط، يعني كتكتب رسالة أو شيء، لكن بعض الخطوط سيئة، وأنا دائما أحذر منهم الجماعة اللي يستخدمونه، بالذات الخط الديواني في الكمبيوتر سيء جدا. وأتذكر لما جاتنا إنعام محمد علي المخرجة المصرية اللي أخرجت في مسلسل أم كلثوم، جاتنا هني وسووا ندوة عن المسلسل ومعها محفوظ عبد الرحمن المؤلف. في الندوة ما تكلمت أنا، لكن عقب الندوة ويوت صوب واحد وقلت لها تعالي يا مخرجة المسلسل جيد أم كلثوم وكذا، بس شيء واحد مو زين. قالت لي اهدى، قلت لها العناوين الكابشنات ديواني، وانتوا في مصر عندكم الخط الثلث أم كلثوم لما ينخط الثلث جميل جدا أو بالكوفي، خاطينا بالديواني بالكمبيوتر. قالت لا ازاي كذا، قلت له انا شغلتي وعارفه الشغله، قلت له تعيس الخط ما يصلح حق مسلسل راقي كمسلسل ام كلثوم.
يقول الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو: إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.